قديما قالت العرب هل غادر الشعراء من متردم، ومنذ حينها وحتى اليوم صار مطلع هذه المعلقة الشهيرة يتردد قبل كل جمع دبلوماسي يبحث قضايا شرق أوسطية عالقة، فملامح الأزمات ذاتها ظلت تراوح مكانها وسط مبادرات تدور في إطار المكرر والمعاد. فهل تخرج القمة الأمريكية الخليجية عن هذا المسار؟ هناك تساؤلات حول السياسة الفعلية للولايات المتحدة، ما الذي تريده؟ ما الذي تريده في سوريا عمليا؟ ما الذي تريده؟ نعرف ما لا تريد، ولكن لا نعرف باعتقادي ماذا تريد. وباعتقادي هذا سيكون الدور الرئيسي للقمة، هو محاولة لتوضيح وإعادة تأسيس التحالف الاستراتيجي بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة. ومن الوقائع التي تؤكد وجاهة ما ذهب إليه الدكتور سمير التقي كم التطورات الحاصلة في اليمن والظرفية الدقيقة التي تجتازها مباحثات النووية الإيراني، وهو ما يطرح أسئلة في مختلف الأوساط الخليجية عما يصفها البعض بحالة انحسار دور الشريك الأمريكي في مواجهة هذه التحديات أو صياغة المشهد السياسي الذي يتشكل هذه الأيام. بالنسبة للمستوى الخليجي أو مش واضح، ما تخشاه أن يكون هذا الحليف هو إيران بسبب حجمه الجغرافي، بسبب موقعها، كثافة السكانية، وأيضا بسبب العنصر النووي في الموضوع. من الواضح أن عدم الرضا لا يقتصر على هذه المواقف الإعلامية هنا في الخليج، فكثيرون عبر المحيط من المعسكر الجمهوري المعارض لسياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الشرق الأوسط يتحدثون عن مواقف ملتبسة ومقيدة. ومع أهمية وجهة النظر هذه، إلا أن الديمقراطيين يشعرون أن استراتيجيتهم في المنطقة ستتعزز ولن يضعفها أي اتفاق نووي مع إيران. ما بين الأمن المتراجع في اليمن والسياسة الساعية إلى الأمام بخطى متعثرة أحياناً وواثقة أحياناً أخرى في ملف إيران النووي، يتشكل في الرياض ربما مشهد خليجي جديد ستكون له تداعياته على المنطقة بشأن الحاضر والمستقبل على السواء. مصطفى سكحال، اليوم على الحرة، دبي.